للمزيد نرحب بضيوفي من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، من القدس أستاذ العلوم السياسية الدكتور أمجد الشاب، أهلا بكما. دكتور طارق سأبدأ معك إن كنت تسمعني بالسؤال عن جديد هذه الجولة في القاهرة والدوحة. هو بالتأكيد طبعا حضرتك أخي طارق، هناك تواصل ما بين الدوحة والقاهرة، وأعتقد أنه هناك انفراج في المشهد برغم كل ما يتردد في الميديا الإسرائيلية. هناك تصميم على إدارة منضبطة لما تم الاتفاق عليه في الدوحة في نقاط. ما يجري الآن هو فصل مسارات ما بين الأمني والسياسي وبين المرحلي التدريجي وما بين بعض الإجراءات التي سيعمل عليها الجانبين سواء كان الفلسطيني أو بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هناك يعني مسارات مباشرة بتتم في المفاوضات في القاهرة، وأعتقد أنه سيكون التركيز فيها. هناك دور أمريكي واضح بالنسبة لتعديل المسار والوصول لنقاط توافق. الأمر الآن يعني منحصر حضرتك في أمرين. الأمر الأول هو موضوع الانسحابات وإعادة التموضع وانتشار القوات الإسرائيلية وعودة النازحين إلى مناطق الشمال والوسط، والإجراءات الخاصة اللي قامت بها إسرائيل خلال الفترة الماضية بالنسبة لشارع الرشيد وبالنسبة لفصل وشطر القطاع. هناك إجراءات عديدة في هذا الإطار. تم الاتفاق على النسب الأيام اللي هيتم فيها مراجعة النازحين، بتكلم على من 2000 ل 2500 نازح، هيبقى لهم كشوفات أمنية، بصمات، تحريات. طبعا في هذا الإطار الحديث عن السلطة المراقبة والمتابعة. أخي طارق، من سيراقب، من سيتابع هذه الأمور؟ طبعا هناك مقترحات ستطرح بطبيعة الحال مرحلة من الدوحة إلى القاهرة، العشائر أم أي سلطة مطروحة. طبعا الجانب الأمريكي الإسرائيلي طرح فكرة قوات متعددة الجنسيات وقوة مراقبة عربية سريعة تدخل للمراقبة والمتابعة دون أن يتم تسليحها. هناك إجراءات عديدة تم طرحها. الجانب الأمريكي طرح أنه سيكون ضامن لما سيتم، لكنه لن يكون له قوات أمريكية على الأرض سواء في غزة، لا في الشمال ولا في المناطق التماس الاستراتيجية بما فيها حتى منطقة الرصيف البحري اللي تم الاتفاق عليه. كما تعلم كانت هناك مقترحات أمريكية خلال 10 أيام الماضية بوجود 1000 ضابط وجندي من القوات سنتكوم، القوات المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط. هذا المقترح الأمريكي يعني تم التراجع عنه. النقطة الرئيسة في هذا هو النسب التي سيتم العمل عليها والإفراج عن الأسرى. لا تزال إسرائيل في الدوحة، وسيكون أيضا في القاهرة مراجعة لقوائم الأسماء، لأنه إسرائيل يعني تراوغ في بعض الأسماء، في منح بعض الأسماء، وطبعا وضعت شروط متعلقة بالإفراج عن بعض العناصر خصوصا المؤبدات أو اللي أخذين أحكام طويلة وممتدة في هذا الإطار. ما سيجري في القاهرة هو الفصل ما بين الأمني والسياسي، هذا هو الأهم إطار عمل للعمل عليه. هذا الإطار مرتبط بعنصر الزمن، يعني عنصر زمني محدد سيتم منذ اليوم الأول للاتفاق على وقف إطلاق النار التدريجي مع بقاء القوات الإسرائيلية على الأرض أو في مناطق التماس. وبالتالي حماس قبلت بنصف حل وشبه خيار في هذه النقطة. المرجعية الآن مرحلة إلى حركة حماس لإقرار ما سيتم الاتفاق عليه. هناك مخاوف من دخول أطراف، ربما تعجيل الوسطاء مصر وقطر وأيضا الولايات المتحدة بإحداث خروقات في الاتفاق وإنفاذه وإنجاحه، لأنه طبعا كما تعلم حضرتك هناك ضغوطات قامت بها إيران خلال الأيام الأخيرة، واللقاء الذي تم مع ما بين زياد النخالة وأيضا إسماعيل هنية في طهران، وهناك مخاوف أمريكية من انفتاح أفق المفاوضات. لا حديث الآن عن إمكانية ربط المسارات الأخرى اللي هي عملية رفح بصورة أو بأخرى، وهناك تحذيرات مباشرة بالنسبة للجانب الأمريكي وثيقت في طرح المفاوضات أنه لن يكون هناك أي عملية في رفح الآن، وإعطاء الفرصة لمزيد من التوافقات اللي هي خاصة بإتمام عملية الهدنة بصورة مرحلية. أما الفكرة الخاصة التي كانت قد طرحت وسيعاد طرحها وتدويرها مرة أخرى في القاهرة، وهي ربط المسار الأول والثاني أو دمج المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، يبقى في انتجريشن ما بينهم. يعني تم الاتفاق على أن هذا الإجراء مرحل لنهايات بنود الاتفاق التي سيتم الإعلان عنها بصورة تدريجية. أعتقد في مناخ جيد في مفاوضات القاهرة في استبشار بإمكانية الوصول لاتفاق. لا حديث عن موضوع التفويض بالنسبة للجانب الإسرائيلي. الوفد الإسرائيلي
فريق عمل كامل بيضم عناصر من الجيش، من الموساد، من جهاز الأمن الداخلي شين بيت شباك، وبالتالي مجموعة يعني متكاملة. موضوع التفويض الناقص والكامل هذا كلام في الميديا الإسرائيلية غير صحيح، التفويض منح بالكامل برغم كل ما سمعت حضرتك أخي طارق من المصادر الإسرائيلية. هناك تأكيدات على أن الوفد منح سلطات كاملة وأن القرار في النهاية سيكون للجيش الإسرائيلي وليس لجهازي المعلومات سواء كان شين بيت شباك أو الموساد في هذا التوقيت. وبطبيعة الحال الخطوة التالية قد تكون حضور ويليام بيرنز وأيضا بلينكن إلى القاهرة إذا مضت المفاوضات بهذه الصورة المرتب لها عدة أيام، ولا نتحدث هنا عن لقاء يوم أو يومين، نتحدث عن إطار زمني ربما يمتد إلى أسبوع من الآن. نعم نتمنى ذلك. طب دكتور أمجد، خلافا لما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية، هذه المرة يذهب الوفدان بصلاحيات واسعة، الوفد الشباك والموساد كذلك إلى كل من القاهرة، إضافة إلى الفرق الأخرى وكذلك تدخل الجيش في هذه المفاوضات، يذهبان الوفدان بصلاحيات واسعة. هل يعني ذلك أن النوايا الإسرائيلية تختلف؟ إسرائيل بنيامين نتنياهو سيبتعد في هذه الجولة عن المماطلة وإطالة أمد القتال لكسب الوقت لمصالح شخصية، وأي النقاط اليوم إذا ما كان هناك جو إيجابي، أي النقاط التي يمكن أن تكون أقرب للتوافق عليها في إطار المفاوضات التي يتدخل فيها كل من مصر وكذلك قطر والوسيط الأمريكي؟ تحياتي لكم ولضيفكم الكريم السادة المشاهدين. أعتقد هناك إشكالية كبيرة جدا، الفجوة ما زالت كبيرة، لا يوجد هناك مؤشرات لانفراج حقيقي. يعني مشكلة الإطار، لم يتم الاتفاق على الإطار العام، هناك حديث عن تفاصيل وتقدم في تفاصيل وخاصة في مسألة عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، ولكن في الإطار العام المقاومة الفلسطينية تطالب بضمانات وقف إطلاق النار، وقف الحرب، انسحاب الجيش الإسرائيلي، وليس فقط مسألة عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال. المقاومة الفلسطينية تطالب بإنهاء الحرب، وهذا الهدف الأساسي من أجل إتمام صفقة كاملة. يعني الحديث يدور عن صفقة جزئية وليس صفقة كاملة، لأنه لا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية ممكن أن تقبل بإتمام صفقة كاملة بإطلاق سراح جميع الأسرى لديها مقابل هدنة مؤقتة والعودة إلى الحرب، وخاصة أن اجتياح مدينة رفح يتم على نار هادئة. أعتقد أن هناك فجوة كبيرة جدا، هناك محاولات لإضاعة الوقت وأيضا لتحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن فشل كل محاولات لإتمام الصفقة. أعتقد أن الهدف الأساسي هو كسب مزيد من الوقت من أجل التحضير بشكل واضح جدا وتوافقي مع الولايات المتحدة لاجتياح مدينة رفح، لأن هناك أسباب كثيرة لن يسمح بها نتنياهو بنجاح صفقة كاملة، لأنه لا يريد إعطاء ضمانات كخطوة أولى، لا يرغب بتاتا بوقف هذه الحرب، يريد إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، وأيضا لا يرغب بانسحاب الجيش الإسرائيلي بما قبل 7 أكتوبر. وأنا أعتقد أن الأمور ستأخذ وقت أكثر، ربما سيكون هناك ضغوطات أكثر على حركة حماس لقبول بعض الجزئيات، ولكن بشكل عام كصفقة كاملة متكاملة هناك إشكالية كبيرة جدا، وهناك فجوة تتسع يوما بعد يوم، وخاصة في مسألة إصرار وفرض شروط جديدة من أجل انتزاع ورقة الأسرى من أيدي حركة حماس والجهاد الإسلامي، وكل المؤشرات تدل على أنه لا يوجد هناك أي رغبة بإطلاق سراحهم جميعهم مقابل فقط وجود حل لكمية ونوعية الأسرى التي تحاول إسرائيل إعطاء بعض المرونة بها، وأيضا كميات المساعدات الإنسانية التي ستدخل قطاع غزة، وأيضا محاولات تسهيل عودة النازحين ربما في الجولة الأخيرة التي أعلن فشلها، خاصة بأن هناك قيود
لعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال. أعتقد أن الإطار العام لم يتم التوافق عليه، وأن أين التفاصيل، أن الشيطان، أن التفاصيل تكمن في مشاكل كثيرة جدا. نعم. طب نعم. دكتور طارق، عندما أقول نصف حل وشبه خيار، هل يعني ذلك موضوع الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة سيبقى مؤجلا؟ وماذا عن المطلب الأساسي لحركة حماس وهو إنهاء الحرب وليس الدخول في تهدئة تمتد فقط لأسابيع دون أن تكون هناك ضمانات بأن هذه التهدئة يمكن البناء عليها وهي مقدمة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع؟ يعني أخي طارق، هو بطبيعة الحال لا أحد يتحدث في المفاوضات، لا كان في الدوحة ولا في القاهرة، عن حل كامل أو صفقة كاملة أو الإفراج عن كامل المحتجزين أو غيره. حضرتك تعلم أنه الإطار العام متفق عليه بالنسبة لعدد المحتجزين، وهو عدد لن يقل عن 40 ربما يزيد، مقابل عدة أسابيع. فنتحدث هنا عن إجراءات جزئية، إجراءات مرحلية وليس وتدريجية، وليس حل كامل أو ما إلى ذلك. حماس سيدي قولا واحدا قبلت في الدوحة وستقبل في القاهرة التأكيد على فكرة أنه لن يكون بالفعل انسحاب كامل. وإسرائيل بطبيعة الحال الانسحاب الكامل أمر غير مطروح، وإسرائيل تحفظت عليه، وهذا هو قوة يعني أقصى ما طرحته حركة حماس في هذا الإطار. وبالتالي سيكون الحل البديل هو مطروح بالمناسبة إلى ثلاث مراحل: إما أن يكون إعادة تموضع، إعادة انتشار الخروج خارج المدن الرئيسية ولا تكون في الداخل، على أن يكون هناك ضمانات تقدمها الأطراف المباشرة. في القاهرة سيتم على تحديد التولز، الأدوات أو الآليات التي سيتم العمل عليها، من سيراقب، من سيسجل الخروقات التي ستتم. هناك إجراءات عديدة في هذا الإطار طلبتها إسرائيل وطلبتها أيضا حركة حماس، بمعنى أن حماس تريد أن تكون هناك خروج لهذه القوات من خارج المناطق، سواء كان في خان يونس، سواء في مدينة غزة، تأمين عودة النازحين مرة أخرى لمناطق تواجدهم. وطرح في الدوحة وسيطرح في القاهرة كيفية عودة النازحين، كيف ستكون هناك هذه العودة، من سيضمن عودتهم إلى مناطقهم مرة أخرى. أما اقتراح البدائل في هذا الإطار فدارت حول مجموعة أوبشنز، خيارات محددة في هذا الإطار. الخيار الأول هو أن تتحرك هذه العناصر على مدار أيام، بمعنى أنه تم الاتفاق، وهذا ما سيتم التأكيد عليه في القاهرة، 2000 عنصر نازح من 2000 إلى 2500، ربما يزيد إلى 3000 يوميا. القضية حضرتك هي مرتبطة بمن يراقب، من يوفر الضمانات المباشرة في هذا. الولايات المتحدة طرحت أفكار ورؤى وستؤكد عليها، فريق العمل الأمريكي بالمناسبة فريق محترف، فريق مهني، وليس مجرد دبلوماسيين يتحدثون عن الخرائط، يتحدثون عن واقع ما يجري على الأرض، وليس أطر دبلوماسية أو خطاب معلن في وسائل الإعلام كما تريد حماس أو بالنسبة للجهات تروج له. لا حديث عما يجري في هذا على الأرض، أمور أخرى مختلفة متعلقة ببناء توافقات. سيدور في القاهرة الحديث عن توافقات أمنية وترتيبات أمنية، فصل السياسي عن الأمني، وضع إطار زمني لتنفيذ المراحل يوميا، وبالتالي ستكون هناك خريطة زمنية لما يتم الاتفاق عليه. إسرائيل كما تعلم أخي طارق تحاول أن تتنصل من هذا، القضية ليست في شراء الوقت أو أنه نتنياهو يريد أن يأجل الاتفاق. الآن المؤسسة العسكرية، أجهزة المعلومات الإسرائيلية، الخمسة أجهزة الرئيسية ومجمع الاستخبارات العام مساد لي، بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية وممثليها في الجيش الإسرائيلي موجودين في المفاوضات. وبالتالي إسرائيل ليست نتنياهو وحده، إذا كان نتنياهو حاول أن يقلل من قيمة ما يمكن أن يتم في التفويض هذه المرة في القاهرة، وأؤكد لحضرتك أن التفويض تم بالكامل ومجلس الحرب موافق على هذا برغم وجود بعض التحفظات على ما يجري داخل مجلس الحرب، لكن في الفوتينج أو التصويت الأخير تم الاتفاق على تمريره، بمعنى أنه الوفد الإسرائيلي ليس في نزهة، وإنما الآن
هو يجلس يفاوض ممثلين عن كل القطاعات الأمنية كما أشرت حضرتك، وبالتالي الحديث عن أنه هناك فجوة كبيرة، لا توجد فجوة كبيرة، المساحات تقترب بصورة كبيرة، الولايات المتحدة دخلت على الخط بصورة كبيرة، فريق مفاوضيها فريق محترف للغاية، بالإضافة طبعا إلى خبرة المفاوض المصري الكبيرة، الفريق المفاوض المصري لديه إلمام كبير بالتفاصيل، الأشقاء أيضا في قطر دخلوا على الخط، في أفكار كثيرة وأفكار خلاقة لتقريب وجهات النظر. المهم الآن أن تتوافق إسرائيل في طرحها. حماس نزلت من أعلى الشجرة وقدمت تنازلات في كثير من التنازلات، لا حديث عن بعض التجاذبات التي تمت في الدوحة واعتقد ستحسم في القاهرة في ظل وجود بعض التحفظات التي تم طرحها من قبل الجناح العسكري على بعض ما يجري، لأنه المفاوضين الخاص بحماس يرجعون ليس إلى مرجعية الدوحة أو المكتب السياسي، هناك مرجعية مباشرة للمكتب السياسي في غزة، وهناك تحفظات أبداتها مجموعة يحيى محمد ضيف سنوار، وبالتالي في تفاصيل كثيرة في هذا الإطار. كل ما يهم الآن هو أن تتوافق النقاط الرئيسة، توضع الخريطة الزمنية، مهمة القاهرة الآن ومفاوضات القاهرة بناء توافقات وبناء مساحات للتوافقات، وليس الحديث عن فجوات كبيرة. الجميع قدم تنازلات، وهذه التنازلات ستعلن بطبيعة الحال إذا نجح الاتفاق ومر في القاهرة خلال الأيام المقبلة. طيب هنا دكتور أمجد، يعني اليوم هذا المساء كان هناك تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية ضد حركة حماس في رفح لن يوقفها شيء، هل يفهم من هذا القول لبنيامين نتنياهو أن جميع ما طرح من بدائل عرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل كبدائل الهجوم البري المحتمل لإسرائيل على قطاع رفح لن يأخذ بها أو لن تأخذ بها إسرائيل؟ لا، بعتقد للتوضيح نتنياهو مهيمن وما زالت كل اوراق اللعبه بيد نتنياهو، لانه كنظام سياسي نتنياهو هو صاحب السلطه التنفيذيه، حتى لو اعطى بعض الصلاحيات للفريق الذي لم يعطيه السابق، والحديث الليله سيكون، لا يزال هناك اجتماع لم يعطي حتى الان الضوء الاخضر مع صلاحيات كامله لإتمام صفقة جزئية، نحن نتحدث عن صفقة جزئية وليس صفقة كاملة لإطلاق جميع الأسرى الموجودين لدى حركة حماس. وهذا الحديث يعود لما تم في شهر نوفمبر، أيضا لم يحقق نجاح كبير، إذا تحدثنا فقط عن صفقة جزئية لـ40 أسير إسرائيلي مقابل عدد لم يتم الاتفاق عليه حتى هذه اللحظة، أو كيفية التعامل مع الأسرى، هل الأسرى الفلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم في الأماكن التي تم اعتقالهم أم سيتم نفيهم إلى الخارج، هل سيقبل الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق المسيرات 24 ساعة على 24 ساعة للحصول على معلومات دقيقة، هل سينسحب الجيش الإسرائيلي إلى مناطق بعيدة عن مناطق المزدحمة بالسكان، هل سيقبل برفع الحصار لإدخال كميات كبيرة من المساعدات لم يتم حتى هذه اللحظة أيضا تحديدها، كيفية إطلاق سراح الـ40 أسير، هل سيتم إطلاق العدد الذي طالبته حماس، وخاصة أنها تطالب بأن يكون لديها الحق في اختيار 100 أسير ذو محكوميات عالية جدا، كل هذه الأمور لم يتم الاتفاق عليها. ضيفكم متفائل كثيرا، وأنا يعني نتمنى أن يكون هذا التفاؤل محل إنجاز، ولكن لا أعتقد أن جميع هذه الأمور ممكن حلها بالبساطة. أعتقد أن هناك ضغوطات كبيرة جدا تمارس على الطرف الفلسطيني لأنه الطرف الأضعف، ولكن لا أعتقد أن حركة حماس ممكن أن تقبل إبداء مزيد من التنازلات، وخاصة أنها تعتقد أن الورقة الأقوى لديها هي ورقة الأسرى، وهي متشبثة بها ليس فقط لعملية تبادل أسرى، لأنه يوجد في السجون الإسرائيلية ما يزيد عن 10,000 أسير فلسطيني، وتعتقد بأن ذلك هناك أولوية أكبر، وهي أولوية وقف إطلاق النار ووقف الحرب للبدء، ولديها أولويات أخرى في الاستفادة من هذه الورقة، وخاصة أن الثمن الذي يدفع يوميا هو ثمن باهظ جدا، لا يمكن تسويق ما ستقبل به حركة حماس شعبيا إذا وافقت على التنازلات في هذه المسألة التي تعتبرها ورقة مهمة جدا ممكن أن تصل إلى تحقيق انتصار سياسي. أعتقد أن الأمور ما زالت صعبة،
وان الشيطان يكمن في التفاصيل، وان الوصول الى ربما الوصول الى صفقه جزئيه هو ممكن، ولكن صفقه كامله لا اعتقد ذلك. واعتقد ان نتنياهو لا يوجد لديه بدائل اخرى سوى الاستمرار في الحرب، حتى لو كانت كل الامور معلقه لا يوجد هناك رؤيه سياسيه واضحه جدا. طارة يتحدث عن إدارة مدنية من داخل قطاع غزة لم يتمكن من تكوينها حتى الآن، وطارة يتحدث عن إدخال قوات متعددة عربية أو خارجية ممكن أن تسيطر على الوضع، وأيضا هذا ذلك صعب جدا. وأيضا طارة يتحدث عن عودة السلطة من الضفة الغربية، وهذا أيضا صعب جدا مع استمرار مقاومة على الأرض. ورأينا ما حدث اليوم في عملية إدخال المساعدات الإنسانية، وما حدث لمسؤولي هذه المساعدات التي حاولوا إدخالها إلى الشمال عن طريق وأعتقد أن الأمور ما زالت صعبة جدا، وأن الوصول إلى اتفاق ما زال بعيد المنال، رغم السماح للفريق الإسرائيلي بالعودة إلى مدينة الدوحة للتشاور والاستماع، وليس للتفاوض، ولكن لإملاءات ممكن أن لا تقبل بها حدث. أنا أشكرك من القدس أستاذ العلوم السياسية دكتور أمجد الشهاب، وأشكر ضيفي كذلك من القاهرة أستاذ العلوم السياسية دكتور طارق فهمي، شكرا جزيلا لكما.